البنات كديرين لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كديرين مع الصهد؟ هانين ناشطين ماشطين بخير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد معكم ان شاء الله. فيديو اليوم غيكون عباره عن فلوغ وغنده لكم بواحد المشتريات نشاركهم معكم. مشتريات اللي شريتهم للزوج ديالي، كنت مشيت انا وايوب سنتر كوميرشال وستيرين فيهم تخفيض، خاصه الحوايج ديال الرجاله دايرين فيهم تخفيض في هذا المحل. وتلاقيت حتى مع واحد المتتبعه اللي كنحييك من هذا المنبر، كنقول لك شكرا لك بزاف ومجيتي سلمتي عليا وكبرتي بيا، الله يكبر بك الحبيبه ديالي. وشريت للزوج ديالي كيف قلت لكم حويجات زوينين وغنوريهم لكم دابا وفرح بهم بزاف بزاف. شريت ليه كسوه العيد وهو شرا لينا الحولي، يعني فاهمين. المهم البنات، بالنسبه للاخوات قيسهم الزوج ديالي حاجه اللي ما جاتش قدو، وهي واحد الشورت غنوريه لكم دابا زوين عجبني وان شاء الله. ولكن انا ديجا قلت لها شوفي راه ما جاش قدو غنجي عندك وغندقلك ليها، غنجيبها غير سكونترينو. المهم غندير لكم اول حاجه البنات، غندير لكم المهم خديت لي هاد الماليا، هانتوما هادي كيما كتشوفوا، هادو عندهم حويجات زوينين. المهم هادو البنات كانوا دايرين ليهم 10 اورو، دايرين ليهم نصف الثمن. لا يا ربي، دايرين لي المهم خدينا، كان دايرين لي 10 اورو خدينا حنا ب 6 اورو. هذا وخديت هذا الخديدر، هذا عزلو ايوب كيف قلت لكم، هذا كان داير البنات، هانتوما البنات هادو كان داير عشيه البلاني خطات، كانوا دايرين ليهم 19 اورو وخديناهم ب 6 اورو، كان داير ليهم 20 اورو يعني وداروا ليهم 6 اورو. هادو هنا عندهم هما حوايج غاليين، ولكن راه ملي كيديروا التخفيضات كيديروا تخفيضات زوينه. وخديت هذا حتى هو في الكري، نتوما دايرين ليهم الثمنه ديالهم، غادي نجي نقيسهم. هادو جاو مزيانين، سمحوا ليا نتوما نديرهم كبير. الرجاله كيفرحوا بحال ملي كتجيب ليهم الحاجه، والله حتى كيفرحوا الزوج ديالي فرح بزاف والله. نتوما مره خذوا الازواج ديالكم وفرحهم، واخا غير بشي حاجه، غير بشي حاجه بسيطه وكيفرحوا بيا. خديت لي هاد القميجه، القميجه فنين وناتي هي عزلها ايوب، كانت كليب حبكة وخفيفه، هادي هي كانت دايره، هادي كانت دايره 30 اورو خديتها بشي 11 اورو، هادي باش خديتها 11 اورو خفيفه ديال الصيف. وخديت لي هاد القميجه حتى هي نتوما، هادي هي كانت دايره ليها 30 اورو، دايره ليها 12 اورو. هادي التوب ديالها شويه يعني، هادي خفيفه بزاف، هادي ديال يعني ديال هاد الوقت، هادي تقدر تلبسها شهر تسعود. حاجه وحده اللي ما جاتش قدو، حاجه وحده هي الشورطه البنات اللي ما جاتش. وخديت لي هذا حتى هو في الاحمر، هاي هو كانوا دايرين ليه 20 اورو، المهم على حسب هانتوما. ولكن هادو راه ماشي هانتوما البنات، هادو من هاد كوتون سيلك مكتوبه. المهم من سنتر كوميرشال البنات اللي بغات بحال هكا شي قده، كيف قلت لكم خديت ليه هاد الشورت هو اللي ما جاش، هانتوما هاد الشورت هو اللي ما جاش، هذا تا هو زوين كيف ما شفتو، فن البنات عجبني كيف ما شفتوا. هذا البنات هذا ما جاش، غنمشي غنبدلو ان شاء الله، غنخرج دابا وغنخرجكم معايا وغنديكم اول حاجه، غنديكم ان شاء الله البلاصه فين خدينا الحولي ان شاء الله. وهانتوما معايا لبس بناتي وهانتوما معايا البنات. انا هود دابا معوده في الدروس، الزوج ديالي سبقني هو وبناتي، هزيت معايا هاد البنات الشورت اللي خديت للزوج ديالي ما جاش، غنمشي نبدلو ضروري، لانه اصلا تسولتهم قلت لهم
نقدر نبدلو قرويات، تقدري تبدلي عندي سكوندرينو قرويه، المهم انك تحتفظي بيها دائما، تحتفظوا بالسكوندرينو البنات لانه الا ما ديتوهاش ما كيبدلوش ليكم. المهم ان شاء الله غنديكم ان شاء الله تشوفوا الحواله ديال العيد اللي غنحاول ندير، العيد اللي غناخذو ان شاء الله، وغنوريكم حتى الحواله ديال هنايا. واخا البنات انايا الحولي والبقر ديال هنا ما كيعجبنيش، كيعجبني ديال المغرب، ما عرفتش واش غير انا ولا نتوما بحالي البنات. المهم زوجي اللي راه كيتسنى لتحت، المهم واخا نتوما معايا خواتاتي فهاد النهار الزوين معاكم. المهم البنات حنا وصلنا للعربيه، ندخل دابا ان شاء الله نوريكم. المهم اخواتاتي ملي مشيت ما قديتش نهضر، قلت نمشي للدار وغنعاود في المونتاج ونهضر ونوريكم الحولي. اين هو؟ هذا هو الحولي البنات، هو هذا راني كنشير لكم بصبعي، هو هذا اللي راسو قهويها، هو دار، هو هذا اللي خدينا. المهم عجبني البنات، المهم كون كنت في المغرب ما غيعجبنيش، نجيكم الصراحه ماشي غندن، نجيكم الصراحة كون كنت في المغرب ما يعجبنيش، ولكن هنا في إيطاليا عجبني على حساب البنات. مهم أنه ما فيه لا عيب لا والو، على حساب حيف راكم عارفين البنات، يعني إلا كانت الحولي ناقصة شي حاجة ما كيكونش دايز يعني في الذبيحة. هذا عجبني لأنه كامل يعني، وأكثر هي كيف ما شفتوا البنات أكثر هي الحوالة هنايا، هاتوما هو هذا اللي دار، أكثر هي الحوالة هنايا البنات كيكونوا ناقصين. شوفوا البنات هاتوما شديت لكم على هادو، كيكونوا ناقصين ما عندهمش يعني ما كاملينش، عندهم ما عندهمش ديل. هاتوما البنات يعني هذا زوين عجبني تبارك الله. المهم خليو لي الآراء ديالكم كي جاكم، وبزاف الاخوات اللي عايشين هنا في ايطاليا غيكونوا عارفين، حيت كاين اللي مسكين ما كيعيطش حيت ما كيصيبش، واكثر في الشمال، مازال حنا في الجنوب هنايا راه كندبحوا. المهم اما في بعد مشيت شفتو، المهم يعني ما كندبحوش في الدار، راه كيجي مذبوح، ولكن بعدا راني مشيت شفتو. اما اللي في الشمال راه كاين اللي مسكين كيجي مدبوح، كيمشي للجزائر كيقول لي جيب لي حولي مدبوح وصافي، يعني ما عارفش كدير. بعدا حنا راه شفناه، يعني هادشي اللي كاين اللي بغيت نوصل لكم اخواتاتي. المهم هنا راه قلت للزوج ديالي شديه الساعه، ما قدرش يشدو، في الاخر شدو مزيان، تحكم فيه مزيان، شدو من الراس ديالو، وقلت لي باش نوري المتتبعات ديالي. هذا ما كان خواتاتي، حنا غادي دابا ان شاء الله غنمشي للمحل نبدلو كيما قلت لكم الشورت ديال الزوج ديالي اللي كنت خديت ليه. المهم البنات كيف ما شفتوا داك هو الحولي مزوين ما بيش، ولكن ماشي بحال الحواله ديال المغرب كيف قلت لكم. شوف على منظر شحال زوين. المهم ولكن الحمد لله بعدا ملي لقينا هاد العام ما وقعش لينا كيف العام اللي فات، عرفتوا البنات وقع علينا مشكل ما كتلقايش هنايا، صعيب باش تلقاي، ما كاين اللي مسكين ما كيعيطش. المهم خواتاتي شاركت معكم الحواله ديال هنايا شفتهم، وخا يعني ما ماشي شي حاجه زوينه، ولكن الحمد لله على كل حال ما عندنا ما نديرو، هذه هي الغربه. المهم خواتاتي انتم معايا، انا نسينا بشويه هنايا، شوفوا البنات جو كثير هنايا. انا كنلحق هنا كتشدني الخلعه، طري خايبه كاين الجبال البنات. المهم انتم معانا البنات، انا جيت دابا الايبر كوب او اوشن كما تشوفوا البنات، اوريجينال مارينيز دايرين او تخفيض 70%. هذا شي سالفه، تما دايرين تخفيض البنات، يعني اللي بغيتو تتبداو هذه الفرصه، اوشن كامل داير تخفيض 70%، كاع المحلات اللي فيه دايرين تخفيض، دايرين تخفيض زوينه. هانتوما البنات صاندي 70%. المهم ان شاء الله نمشي دابا نبدل الماليو صافي البنات، غنحبس معكم الفيديو هنايا. في البنات غنحبس معكم الفيديو هنايا، كنقول لكم جيو تقداو من هذا المحل، راه فيه تخفيضات زوينه.
الوقت من الناس فيه اكثريه دوك اللي باغا تاخذ الشرطه الزوج ديالها تجي لهنايا راه دايرين تخفيضات زوينه حتى السراو اللي دايرين ليهم تخفيضات زوينه ثم البنات هذا المهم دايرين 70% ديال التخفيضات. هذا ما كان خواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، لعجبكم الفيديو سبورت عليا باللايك ديالكم، شكرا لكم بزاف تهلاو فريسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم كلها. باي باي عليكم.